تزال معاناة سكان حي جنان الزيتون 450 مسكن مستمرة مع تسرب مياه قنوات الصرفي الصحي التي تحولت إلى بؤرة تنتشر بها كل أنواع الأوبئة والأمراض التي أضحت تهدد الصحة العمومية. بداية هذه المشكلة تعود إلى عدم استكمال مشروع قنوات الصرفي الصحي المقاولتية غادرة المكان دون استكمال الأشغال متحججين بانتهاء المشروع. ولعل ما أزم الوضع أكثر اتساع رقعة المياه المستعملة وانتشارها وسط الطريق الذي يعتبر المسلك الوحيد للسكان. حجم الكارثة التي سيستحيل تحملها لبضع دقائق بإمكانك تعيش للحظات حالة هؤلاء وهم يعبرون وسط تلك الروائح الكريهة والمناظر المقززة، ناهيك عن غلقهم نوافذ منازلهم لتفادي دخول الحشرات والباعوض الذي انتشر كثيرا بسبب قربها من حقول الحبوب ومختلف أنواع الزراعات. غياب الإنارة العمومية الذي صعب الوضع أكثر حيث أسبب مخاوف السكان من وقوع داخل الحفر المنتشرة بالطرقات مع حلول الليل، خاصة بالنسبة للذين لا يعرفون المنطقة، مشيرا إلى أن سكان الحي لا يملكون خيارا آخر سوى الانتظار في ظل غياب التدخل السلطات المحلية والمصالح المعنية لوضع حد نهائي لهذه الكارثة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.